السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بمتابعين الكرام، متابعين قناة التوأم فود. إن شاء الله النهاردة هنعمل كيكة حلوة جدا للأنيميا، فوائدها كتير جدا وهقول لكم عليها. بالبنجر عشان الأطفال والناس الكبيرة اللي ما بتحبش طعم البنجر، هنحطها في كيكة مش هيبقى ملحوظ خالص وهيعجبكم إن شاء الله. متنسوش لو عجبكم تدوسوا لايك وشير وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم. مقاديرنا عبارة عن ايه؟ كوب الا ربع بنجر مبشور، كيس بيكنج باودر، نص كوب زيت، كوبين ونص دقيق، كوب الا تلت سكر، كيس فانيليا ومعلقة خل، وكوب لبن. دلوقتي هنحط الزيت، اللي حابب يحط سمنة برضو عادي ممكن يحط، على البيض على الفانيليا على نص كمية البنجر. هنضربهم كده دلوقتي هنحط عليهم كمان السكر، اللي حابب يزود السكر برضو عادي براحته، ومعلقات الخل. وهنضربهم تاني بقى. دلوقتي هنحط كمان اللبن. ده كده بعد ما ضربناه المواد السائلة كلها. دلوقتي هنا هنجيب الكوبين ونص دقيق، هنحط عليهم كيس بيكنج باودر ورشة ملح، وهنحط هنقلبهم كويس جدا الأول. وهنحط عليهم بقى كمية البنجر اللي احنا حطينا نصها وضربناها في المضرب. اللي ما عندوش مضرب ممكن يضربها في الخلاط، اللي ما عندوش خلاط برضو عادي، اللي مش حابب يضربها في الخلاط ممكن برضو يضربها بالمضرب السلكي بايده عادي. احنا عارفين ان البنجر بيساعد على ان اللي عنده ضغط عالي بيوطيله، والضغط العالي بيظبطهوله وبيمنع، قد يمنع السرطان، وحلو جدا للأنيميا. يعني عنده أطفال عندهم أنيميا أو أي حد كبير عنده أنيميا حلو جدا، وبيساعد على الوزن الصحي، إن الواحد يبقى يكون وزنه صحي. بنجر فوائده كتير جدا، إحنا بنحاول ندخله في أي حاجة، عشان طبعا في السلطة بيبقى واضح جدا، العيال الصغيرة ما بيرضوش ياكلوا منه. هيعجبكم جدا ومش ملحوظ، مش ملحوظ طعمه، مش ملحوظ زي السلطة وزي الحاجات التانية. في الكيكة طعمه حلو جدا، كأنه كاكاو، كأنه جاي أي حاجة تانية، كاكاو أو أي حاجة، حلو أو جزر، زي الجزر بالظبط في الكيكة. جربوها هيعجبكم إن شاء الله، غير فوائده الغنية جدا. عجنتها كويس كده تقليب بالراحة من تحت كده لفوق عشان الهواء ما يخرجش منها، وجبت الصينية عندي
حطيت دهنتها زيت وحطيت عليها شويه دقيق. اللي حابب يعملها في صينيه اصغر من كده يعملها، بس انا بحب الكيكه تكون ما بحبهاش عاليه قوي، بحبها تكون رفيعه، عشان كده بعمل في الصينيه الكبيره. احنا قبل ما نبتدي نعمل طبعا مسخنين الفرن، وهندخلها على درجة حرارة 180 درجة ونحطها في الفرن من تحت. اهي هحطها في الفرن وارجع لكم تاني. اهي كده بعد ما طلعت من الفرن هقطعها واوريها لكم. اهي كده بعد ما قطعتها هتعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش لو عجبتكم تدوسوا لايك وشير، تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم.